السلام عليكم ورحمة الله. إحدى بناتي هي الآن هي أم ولها أولاد بحمد الله، يعني كثيرون، واجتازت بدراستها. مو هذا المهم. لما كانت صغيرة في بداية عهدها بالمدرسة كانت تقرأ سورة من القرآن، أخطأت في كلمة فنبهتها، ما سمعت مني، عادت فقرأت فأخطأت وأصرت على الخطأ، نبهتها ما سمعت. بعدين لما تضايقت قالت لي: أنت أعرف ولا الأبلة؟ هنا أنه أنا أعرف ولا الأبلة. لو قلت لها أنه أنا أعرف لما صدقتني، لأن التلميذ يرى، والتلميذة، التلميذة ترى معلمتها، والتلميذ يرى معلمه أعلم الناس. فإن قال له قولا ثبت في قلبه ولم يعدل عنه. لذلك كانت مهمة المدرس عظيمة جدا. مشوقي بيقول: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وبين قوسين أن هنا ما أدري، ما أعترض على شوقي، خلاف الأفصح لازم يقول كاد يكون. بيقول فيها: من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. طبعا الذي ينشئ الأنفس والعقول هو رب العالمين، ما المعلم، لكن المعلم هو الذي يوجهها، يصرفها إلى جهة الخير أم إلى جهة الشر. النفوس هي مثل السيارة، سائق السيارة ما يستطيع أن يصنعها، تصنع في المعمل وتأتي إليه، لكن هو يقودها، إما أن يقودها إلى غاية محمودة أو أن يقودها إلى مضرة مؤكدة مقصودة. فالمعلمون تبعتهم كبيرة عند الناس وأمام كتاب التاريخ، وأهم من هذا كله مسؤوليتهم أمام الله. هم الذين سيوجهون أمة المستقبل في طريق الخير أم في طريق الشر. فيراقب الله وينتبه لهذه الأمانة الضخمة. مرة كنت لما كنت أدور على المدارس، بقيت هنا سنوات أكلف من وزارة المعارف، يعني أدور على المدارس الثانوية والمتوسطة، وأحيانا أروح للابتدائية أجيب على بعض الأسئلة على مقدار يعني علمي القليل، على مقدار ما أملك من علم قليل. وأحيانا يجتمع الأساتذة لا ليتعلموا مني، لا، هم أعلم مني، بل يراقبوني حتى إذا أخطأت وانحرفت ردوني إلى الصواب. سألني مرة طلاب في معهد المعلمين هنا في مكة أنه ما هي شروط النجاح، كيف يكون الواحد منا معلما ناجحا. قلت لهم: أنا ما درست يعني التربية وأصول التدريس دراسة نظامية، يعني ما عندي شهادة رسمية فيها، ما عندي، لكن تجربتي الطويلة في التعليم، تجربتي من إمتى؟ أنا من أقدم المعلمين في الأرض، مو في المملكة أو في البلاد العربية، لأنني لما مات أبي وأنا طالب سنة 1345، يعني 1924 اشتغلت بالتعليم وأنا طالب، لأنه اشتغلت بدي مورد مالي أعلم في المدارس الأهلية من تلك الأيام. قلت لهم ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المعلم قويا في المادة التي يدرسها. في بعض المعلمين مع الأسف ما عينت مكانا ولا سميت أحدا، يأخذ كتاب الطلاب فيقرأه في الليل ويحفظه ثم يأتي في النهار فيعيده عليهم، هذا ما هو معلم، ما هو معلم. المعلم ينبغي أن يكون واسع الاطلاع في المادة التي يدرسها، لا يقتصر علمه على الكتاب الذي يعني هو في أيدي الطلاب. هذه واحدة. الأمر الثاني
أن يكون عادلا بين الطلاب، عادل في الامتحانات، في ما يميز واحدا إلا بعلمه، يعني بيصلح الأوراق يحكم عليها. الصفة الثانية التي تطلب من المدرس، القوة في المادة والعدل. والثالثة أن يكون طبيعيا. شو معنى طبيعي؟ هلا أحيانا بعض المدرسين تلميذ بيضحك بيحكي له شيء نكتة قد تكون بايخة أو نكتة يعني مضحكة، يقيم الدنيا ويقعد ولا يا أخي اضحك معه، يعني عامله معاملة قريبة من المعاملة الطبيعية. بالصفات هذه ينجح المدرس. وقبل ذلك كله أن يكون له غاية، أن تكون غايتك لا أن تقبض الراتب فقط، ولا أن تمضي هالساعات تبيع الحكومة وقتا فقط، لا، بل أن تعلم الطلاب. لماذا تعلمهم؟ لا تعلمهم لتستحق الراتب فقط، لا، بل لتنال ثواب الله. أقول للمدرسين والمرشحين للتدريس كلمة، ولك اليوم الأولاد حتى الصغار، والله تلاميذ المتوسطة إذا دخل عليهم مدرس جديد يختبرونه، مو جاي هو يمتحنهم، هم يمتحنونه. وكيف يمتحنونه؟ ينظرون إليه، إن كان في شكله بهيئته شغلة نابية أو عجيبة هذا خطأ، يجعلهم يتجرؤون عليه، يكون زيه وتكون هيئته طبيعية مثل يعني ما عليه الناس، ما تجلب الأنظار. يختبرون، يرون إلقاءه، إذا رأوه يعني يلقي إلقاء متعثرا مثل تلميذ قام ولم يحفظ درسه يبدأون بإزدرائه. إذا سألوه فلم يجبهم، ينبغي أن يجيب الأستاذ على كل سؤال. بعض الطلاب يسألون أسئلة لإضاعة الوقت فقط، يكون نبيها لذلك، يخصص للأسئلة فترة يعني مدة معينة في آخر الدرس، 10 دقائق، اللي عنده سؤال هل يسأل سؤالا يعني لا يريد به وجه الحق ولا الاستفادة، أنا أعرف كيف أرده وأسكته. بعض الناس اليوم، جاءتني رسالة قبل مدة، شكوى من مدرس قال هذا يكره ذكر الله. شلون يكره ذكر الله؟ قاعدين نحن هنا في مملكة إسلامية، وفي هنا عند الحرم والحادثة عن مكة. لما تحققت منها عرفت المدرسة وسألت، تعرفون ما القصة؟ الأستاذ يدرس والدرس ماشي على طبيعته، طلع تلميذ بنصف الدرس بلا مناسبة قال لا إله إلا الله. طيب لو كنت أنا المدرس أعاقبه، لك ما أعاقبه كرها بكلمة لا إله إلا الله، لا، لأنه وضعها في غير موضعها. أعاقب. مرة كان المنصور يخطب فقام واحد قال له اتق الله، قال له معنى الكلام احفظه من قديم، قال له اما الامر بتقوى الله فامر بخير وعلى الراس والعين، واما كذا وكذا اما انت فاستحلفه. هل قمت ليقال قام ام تريد بها وجه الله؟ بين له انه انما قام حتى يقال انه هذا تجرع على الخليفه. بعدين اذا اخطا المدرس ينبغي أن يعترف بخطئه. أنا قلت لكم ما لاختصاص يعني منهجي رسمي، ما عندي شهادة في علم في التربية أو في أصولها، لكن تجربتي الطويلة هي. مرة أنا أول ما جئت هنا مكة في كلية الشريعة، وما كانت أنشئت جامعة أم القرى، كلية الشريعة هنا قديمة، حتى أقدم فيما أظن من جامعة الرياض اللي سميت جامعة الملك سعود أقدم. بعدين أنشئت كلية التربية، وجئت أنا إليها سنة هنا 83، كانت في الحوضة اللي سميت العزيزية، مو هذا المهم. سألت الطلاب مسألة فقهية، قام واحد قال هذه جوابها كذا في مذهب الإمام أحمد. أنا كنت أتصور أن الحكم في مذهب الإمام أحمد غير ما قال، فتجاوزت حدي،
قلت له أنت درست الثانوي وقبله المتوسط ولا تعرف المسألة هذه الهينة القريبة، يعني أسأت إليه. هو سكت، سكت ما قال شيئا. ذهبت إلى البيت فراجعتها فوجدت الحق معه. ماذا عملت؟ أقول لكم قضية الشهود عليها عشرات سألوهم، وصاروا الآن كلهم تخرجوا من عهد بعيد وصاروا بحمد الله بمناصب عالية أو في. قلت لهم اسمع يا فلان للسائل، أنا سألتك بالأمس وخطأتك وأنا المخطئ وأنت المصيب، ثم خالفت أخلاق العلماء فرددت عليك بشكل غير مؤدب، وكان ينبغي ألا أتعدى بيان المسألة إلى شخص اعتذرت منه اعتذارا علنيا. ماذا كانت النتيجة؟ تظنون أن الطلاب تجرأوا علي وسخروا مني؟ لا والله، والله احترموني أكثر، لأنهم رأوا مني أنني يعني اعترفت بالحق. فاسلكوا يا أيها المدرسون الطريق القويم حتى يحترمكم الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله.